تفسير حلم رؤية النعال أو الحذاء في المنام لابن سيرين. الحذاء في حلم الرجل هو نموذج للعمل والسعى عليه والرزق والخير، وفي ذلك الحين يرمز إلى التزاوج فمنام الرجل الأعزب. أما فيما يتعلق لرؤية الحذاء فمنام المرأة فهو يرمز إلى الزوج أو الأبن، وكثيرا ما يرمز الحذاء فمنام المرأة إلى الحمل، والله أعلم. بصيرة الحذاء فمنام الرجل. بصيرة الحذاء الأسود فحلم الرجل ترمز إلى الشغل أو الاستحواذ على الرزق بكد وتعب وجهد وعناء، وهو نموذج من نماذج التوفيق والمثابرة والتفوق وسعة الرزق والربح. أما الحذاء البنى فحلم الرجل يرمز إلى الكسل والاعتماد والعوالة على الآخرين فتحمل مصاريف عيشه. سوى أن الحذاء البنى فمنام الرجل يرمز إلى الحظ السعيد أيضا. والحذاء الرمادة فحلم الشاب الأعزب يعنى تردده وعدم جرأته فأتخاذ مرسوم بخصوص التزاوج. أما الحذاء الأبيض فهو إشارة على خير آت إليك، فالطريق من الممكن أن يكون مال أو سفر به خير عديد. والحذاء الأحمر فحلم الرجل يعنى وفاة أحد من أقربائه. والحذاء الأخضر نموذج للديون والهموم. أما عن مشاهدة الرجل بحلمه كأنه يشترى حذاء حديث ويتضح بالحلم سمات السرور بذلك الحذاء، فذلك يرمز إلى حصول الرجل على وظيفه وعمل يرزق من خلاله برزق واسع، والله أعلم. وبصيرة الرجل بمنامه كأنه يضيع حذاءه أو استيلاء على الحذاء أو عدم تذكر الحذاء مثل عدم تذكره فالمسجد مثلا أو مكان البيع والشراء إلى آخره من الأماكن، يرمز إلى مركز وظيفي أو ترقيه حديثة فالشغل أو سفر بمدة قصيرة إلى بلد قريبه منه، والله أعلم. بصيرة الحذاء فمنام المرأة. أما عن شرح بصيرة المرأة للحذاء فمنامها فهذا يرمز إلى الرجل أو الزوج أو الحبيب أو الخطيب، فمعنى أن تشاهد المرأة بحلمها كأنها تلبس حذاء حديث يعنى أنها سوف تقوم بالتعرف على رجل وسوف تتعلق كثيرا به، فإذا كان ذلك الحذاء لونه أسود فذلك يعنى أن ذلك الرجل سوف يكون على رابطة عمل بها، وإذا كان لون ذلك الحذاء أبيض دل على أنه سوف يصلها مال من قريب لها من ممكن أن يكون والداها أو أخاها أو عمها، والله أعلم. أما إذا رأت المرأة بحلمها أنها ترتدى حذاء بكعب مرتفع فذلك يرمز إلى أن هناك رجل سوف يتقدم لخطبتها والزواج منها، وإذا رأت المرأة كأنها ضيعت أو نسيت سرق منها حذائها بالحلم فذلك يعنى أن هناك مشكلة في حياتها الرومانسية أو أنها تعانى من مشكلات بزواجها. وفوضعية أن المرأة رأت بحلمها كأنها وجدت وعثرت على حذاء قديم لها فذلك يرمز إلى ظهور فرد من ماضيها من جديد في حياتها، والله أعلم. في رؤية المرأة الحامل فحلمها كأنها تشترى حذاء حديث أو ترتدى وتلبس حذاء حديث فذلك يرمز إلى السعادة التي تحيط بها والخير اللآتي لها ولأسرتها، والله أعلم. مشاهدة الحذاء فحلم العزباء. أما عن الإشارة التي تخص الفتاة العزباء فمشاهدتها للحذاء فالمنام فها مشاهدتها ترتدى أو تشترى حذاء حديث، حيث هذا يرمز غلا تقدم رجل على قدر من الأخلاق الطيبة الكريمة لخطبتها والزواج منها، وهذا لو كان ذلك الحذاء جميل. أما لو كان ضد هذا دل على رجل طامع فالفتاة، والله أعلم.